السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة في اي دي كونسلتس الحلقة 13 هنتكلم على انفكشن بريفنشن، أساسيات مكافحة العدوى. الأساسيات مكافحة العدوى دي مهمة لينا كدكاترة وللمرضى وكل من يعمل أو يزور المستشفى، فلازم نبقى عارفينها، لأن للأسف لو ما عرفناهاش يؤدي إلى إصابة الكثير من الناس بالأمراض اللي سهل جدا تجنبها. البداية هنتكلم على مثال للأسف متكرر. المثال ده حصل فعلا، دكتور نايب باطنة 26 سنة جاله نيدل ستيك من عيان اتش اي في. للأسف بدل ما ان هو يتصرف جاله اكتئاب وقعد في البيت وما بقاش يرد على التليفونات، بينما ان كان الوقاية والتعامل مع المشكلة سهل جدا جدا. هنتكلم النهاردة على مكافحة العدوى. البداية ازاي بتتنقل العدوى؟ العدوى بتتنقل عن طريق الكونتاكت اللمس، بتتنقل عن طريق دايركت بادي تو بادي من جسم لجسم، عن طريق اندايركت واي يعني الفومايتس او الانفايرمنت، فوطه او ملايه، ايد الدكتور نفسه. عشان كده بنتكلم على ان غسيل الايدي من اهم الحاجات في الوقايه من الامراض. الدروبلت يعني معناه ان واحد بيكح، ولو البارتكل بتكون اكتر من 5 مايكرون ممكن توصل متر ونص، لكن لو اقل من كده بتبقى اير بورن طايره في الهواء ممكن توصل لغايه 30 متر. الاندوجينس مود اوف ترانسميشن يعني يجي لك عيان الانفكشن من جواه، سواء كان ريليتد ديفايس او اوتو انوكيليشن، عيان نيوتروبينيك فيفر طالع الانفكشن من بطنه، بكتيريال ترانسلوكيشن، او في كومن سورس اوف انفكشن زي مثلا مناظير الاي ار سي بي اللي بتعدي عيانين كبيره في الاوت بريكس، او يكون المود اوف ترانسميشن فيكتور بورن زي مثلا الملاريا لما بيكون في ناموسه هي اللي بتنقل العدوى. في المستشفيات احنا عندنا دلوقتي في اشتراطات للجوده، منها الايزوليشن بريكاشنز يعني ازاي انت بتعزل العيان. اول حاجه في ستاندرد بريكاشنز لكل العيانين، اي عيان جوه المستشفى لازم قبل ما تدخل الاوضه وبعد ما تخرج تغسل ايدك بالكول بيز دروب، لازم لو لمست تحت باط العيان او ريكتال او فاجينال تلبس جلافز، لو في دم جه على ايدك هتغسلها. دي ستاندرد بريكوشنز تنطبق على اي عيان ايا كان المرض اللي موجود عنده. لكن في عيانين فيهم حاجات اضافيه للستاندرد زي الكونتاكت بريكوشنز، ان انا عيان عنده مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم او انفكشس دايريه او ايبولا، البس جلافز وبلبس جاون علشان خاطر ما يحصلش انتقال للعدوى. وخلي بالك ان انت ما تلمسش العيان او ما تلمسش اي حاجه في محيط العيان، يعني سرير العيان او الحيطه اللي في الاوضه تنطبق عليها نفس الشروط بتاع الكونتاكت بريكوشنز، لان نفس البيئه بتاعت العيان بيكون عليها نفس الميكروب. الدروبلت زي احنا مثلا في الريسبيراتوري فيروسز والبرتاسس والمامس والبكتيريا المننجيتس لازم نلبس ماسك عشان نقاوم انتقال العدوى بالدروبلت. والايربورن للثلاث امراض المشهوره ام تي في، ميزلز، تيوبركلوزز، و فاريسيلا. ممكن الفيروس او البكتيريا دول يتنقلوا على مسافه 30 متر. واخيرا الاوبورتونيستيك ايربورن يعني بتبقى ايربورن لو حصل ايروزن جنريتنج بروسيدجر، يعني تعمل منظار، تعمل انتيوبيشن، ده للسارس والميرس والايبولا. ايه اللابز اللي لازم تعرفها؟ اللابز اللي بتتعمل في اوروبا والدول المتقدمه لاي مستشفى محترمه لاي واحد جاي يشتغل في المستشفى. عايز تعرف المستشفى اللي انت فيها محترمه ولا لا؟ اعرف هل عملوا لك التحاليل دي ولا لا؟ ايه؟ لان هما مهتمين بيك، عايزينك تبقى انت فعلا كويس، عايزينك ما يحصل لكش مشاكل. بره لما تسافر اول حاجه هيعملوا لك روتين لابس عشان يطمنوا الكبد والكلى والهيموجلوبين وتحليل جول، تطمن ان ما عندكش اي مشاكل صحيه عشان لو في مشكله هيعالجها لك. هيطمن ان ما عندكش اي امراض معديه زي هيباتيتس سي علشان خاطر تاخد علاج، وما تجيش بعد كده تتشك تقول انا جالي هباتيتس سي. هيعملوا لك اتش اي في عشان تاخد علاج، هيعملوا لك هباتيتس بي ماركرز، سيرفيس انتيجن، كور انتي بادي توتال، اوعى تنسى كور انتي بادي توتال بتاع الويندو فيز، واللي هيبين لك البراير انفكشن والسيرفيس انتي بادي تتر علشان خاطر اعرف الفاكسين اللي انت خدته هل هو افكتيف ولا لا. وكل الناس في مصر بعد سنه 92 كانوا متطعمين، بس لازم التتر بتاعك يكون اكثر من 10، ومش مقبول ان اي دكتور يكون التتر عنده اقل من 10. لازم تتطعم اكيد. الام ام ار هيعملوا لك التتر بتاع الميزلز والمامس والروبيلا، ولو التتر قليل هتتطعم علشان لو حصل اكسبوجر ما تتعبيش. والفاريسيلا هيعملوا لك تتر عشان يشوف
لو انت ما عندكش تتر، ما جالكش جدري مائي وانت صغير، تاخد الفاكسين عشان ما تتعديش، وهيعملوا لك كوانتيفيرون علشان لو حصل اكسبوجر برضو ما تتعديش، ولو طلعت بوزيتيف هيديك ان هو يديلك علاج الليتنت تي بي. طب افرض حصل نيدل ستيك انجري او في اي اكسبوجر لانفكشن، اتصرف ازاي؟ للاسف مكالمه مشهوره بتجيلي الجمعه الفجر دايما، الاقي اتصال: الحقني يا دكتور مصطفى، واحد من نواب من الامتياز من التمريض، الحقني انا اتفاجئت. يبقى انا لازم ابقى عارف اتصرف ازاي. سؤال: ليه بيجي لي الفجريه؟ علشان الاستاديز اثبتت ان انت لما بتكون شغال مده طويله خصوصا بالليل، احتماليه انك تغلط اعلى، احتماليه ان انت تتشك اعلى. لو انت اتشكيت من عيان اتش اي في، هتاخد علاج الاتش اي في لمده 4 اسابيع. اخده ازاي؟ لازم لو انت في مستشفى جامعه كبير، هتلاقي في مكتب مكافحه العدوى الدواء موجود. لو انت في مستشفى حكومه، هتبلغ مكتب مكافحه العدوى وبتاخد البلاغ وتروح للحميات على طول، تصرف العلاج بسهوله جدا. هتمشي على العلاج لمده 4 اسابيع، احتمال ان انت تجيلك العدوى حتى لو كان العيان اتش اي في وما بياخدش علاج والتتر عالي، الاحتمال صفر. فبالتالي لازم تاخد العلاج، ولازم تاخده باسرع ما يمكن. طب افرض ما خدتوش لاي كان السبب، في ستاديز قالت اب تو 1 ويك، بس مش معنى كلامي ان انا بقول لك اجل، لا انا بقول لك ممكن، لكن الصح لازم يكون باسرع ما يمكن، والافضل كمان في نفس الساعه او في اول يوم، علشان اعمل التحاليل بتاعتي واخد العلاج بسرعه جدا، وان شاء الله مش هيحصل اي عدوى في الاتش اي في. الهيباتيتس سي لو اتشكيت من عيان، طبعا في مدرستين اللي هي ووت فول ويتنج عشان كل الناس هيجي لها هباتيتس سي حتى لو اتشكت، او ان انت تدي بري امبتيف ثيرابي وان كان عليه بيت قوي، مش قصتنا دلوقتي. الهباتيتس سي دلوقتي الحمد لله مش مشكله وفي علاج. هباتيتس بي بقى، لو اتشكيت من عيان هباتيتس بي، طبعا لو اتشكيت، لو انت عندك التتر اكتر من 10 يبقى مفيش اي قلق. طب لو اتشكيت من عيان هباتيتس بي وعنده سيرفس انتيجين بوزيتيف او عنده فيريميا احنا عارفينها، لا يبقى وانت التتر بتاعك اقل من 10، دي كارثه، ان انت حرام عليك نفسك ان انت ما خدتش التطعيم، او حرام عليك نفسك ان انت ما قستش التتر. هتعذبنا وتعذب نفسك ان احنا هنقعد نديلك هيباتيتس بي اميون جلوبلينز ونديك الفاكسين علشان خاطر نحميك. من فضلك انا مش عايز اتسال تاني عن هيباتيتس بي، لازم تاخد التطعيم. طب هيباتيتس ايه ده؟ افرض انت لقيت ان انت اكلت اكله وفي اوت بريك، وفي الاوت بريك ده هيباتيتس ايه، جالك عيان قال لك انا سافرت دوله ما فيها اوت بريك هيباتيتس ايه وفي ناس اتعدوا، ممكن تدي اميون جلوبلينز او ممكن تدي الفاكسين بعد الاكسبوجر، هيقدر ان هو يحميك من ان هيباتيتس ايه يحصل. لو انت اكسبوز للعيان عنده بيرتوسس، اقدر ان انا اعمل اديله ماكروليد ككيمو بروفيلاكسيس علشان ما يحصلش الايه الانفكشن. البيرتوسس التشخيص بتاعه دلوقتي سهل جدا، زمان كان صعب جدا، لكن علشان البيرتوسس دلوقتي موجود في البانل بتاعت الريسبيراتوري مالتيبلكس اللي احنا بنعملها يوميا، فبالتالي لو انت اكسبوز للعيان بيرتوسس سهل جدا، لو طلع بوزيتيف في البي سي ار تاخد ماكروليد كبروفيلاكسيس. لو شفت عيان عنده نيسيريا من انديتيتس، طبعا كلنا عارفين البروفيلاكسيس سيبرو او ريفامبل او سيفترايزون او ازيثروميسين، تمام؟ إيه لو انت اكسبوز للعيان عنده فاريسيلا زوستر وانت مش اميون، ودي كارثه تانيه. لكن المثال الشهير اللي بيجي لنا، لو انت اكسبوز مش بقى ايه وانت دكتور، انا اسف، وانت دكتوره بريجننت، دي تبقى مشكله. يبقى اذا واحده بريجننت اكسبوز العيان عنده فاريسيلا زوستر او تشيكن بوكس، دي مشكله، لان انا قلت لك ان المرض ده معدي جدا. ولو هي مش اميون، يبقى اول خطوه لو هي مش اميون هندخل في المتاهه، يبقى اول حاجه تعمل فاريسيلا اميون جلوبلين. لو طلعت اي جي جي بوزيتيف للفاريسيلا خلصت، مفيش اي مشكله. طب لو هي نيجاتيف، او انت عارف قالت ما جاليش جدري ماء قبل كده، امي قالت لي ما جاليش جدري ماء قبل كده، يبقى دي قصه. لو انت اللي مش اميون ده حد ما عندوش كونترا انديكيشن للفاكسين، يبقى ممكن ياخد الفاكسين. يبقى اذا لو انا اقل من 5 ايام، يعني واحد قالك انا اتعرضت النهارده لعيان تشيكن بوكس وهو ممرض او دكتور وانا اي جي جي نيجاتيف، اقول له طالما وذين 5 دايز ممكن تاخد الايه؟ الفاريسيلا زوستر فاكسين، هيحميك من العدوى انها تحصل. طب لو انا ما اقدرش اخد الفاكسين لان الفاكسين ده لايف اتنيويتد زي الستات الحوامل او الناس الاميون ديفيشنت، اديله فاريزيك اللي هي فاريسيلا زوستر اميون جلوبال.
دي للاسف مش موجوده، فبستبدلها باي في اي جي. طب انا مش قادر اشتري الاي في اي جي عشان اخلي اعمل كيمو بروفيلاكسس باسايكلوفير. يبقى اذا اكسبوجر لفاريسيلا لو اقل من 5 ايام انا ممكن ادي التطعيم لو العيان يقدر يستحمل التطعيم لان هو لايف اتنيويت. طب لو مش هينفع زي العيان البريجنت تاخد فاريزيك اللي هي ايه؟ الفاريسيلا زوستر اميونوجلوبينز او البديل بتاعها اللي هو الاي في اي جي. طيب ده لو اقل من 10 ايام. طب ولو مش موجود او مش هقدر اديلها ايه؟ اسايكلوفير ككيمو بروفيلاكسس. الاكسبوجر للتوبركلوزس طبعا لو حصل وتعرضت العيان توبركلوزس هنعمل تيستنج علشان نشوف هل حصل كونفرجن في الكوانتيفيرون بتاعي، ولو حصل كونفرجن اديله واحد من الريجيمنز اللي المفروض نعالج بيها عيانين اللي عندهم ايتن تي بي. طبعا الهيلث كير اكسبوجر دي بتحصل كتير قوي ولازم نتعامل معاها بسرعه، نبلغ مكتب مكافحه العدوى علشان خاطر ان احنا نقدر ندي العلاج الامثل والاسرع، والتبليغ بيعرفنا ايه المشاكل اللي بتحصل عشان نعرف ايه المشاكل العدوى اللي بتحصل للدكاتره في مصر. والحمد لله الف مبروك، بدل العدوى زاد امبارح وبقى بيقضي اسبوعين علبه تيفيكي من بتاعه الاتش اي في. وكل سنه وانتم طيبين.